السكرانية والأبريل هاي العادية اللي شبابنا للأسف قاعدين على المقر ويدخنون. لأن شغلتين كلش محل واحد اللي لسه دخلت علينا دخيلات. التدخين وبأعمارهم وبأعمارهم عن كلش صاروا للأسف شبابكم تعيدون بالتدخين والمخدرات. الله يبعدكم عن هاي الأمور، الكبسلة والحبوب هاي كلها تدخل من ضمن المخدرات. إحنا مجتمع مسلم يحرم علينا أذية النفس. والجدار أذية النفس والمخدرات أذية النفس. هذا الإمكان يا أولادي الله يحفظكم ويحفظ شبابكم، أنتوا جيلوا المستقبل نتفاخر بيكم، إحنا نروح بس أنتوا تبون، بس تاخذون وتكملون كليات وتتخرجون وتصيرون مدير عام وتصيرون جزء وزير وتصير مهندس وتصير طبيب، أنا ليش أنا يعني مستقبلي وأجي أنا عمري 12 13 سنة أدخن؟ ظلم هذا ظلم، أنا قاعد أظن نفسي بحقي كإنسان، ليش أحط نفسي بالتدخين وأظن نفسي وأظن أعضاء جسمي؟ وبعدين التدخين هسه كتبت الدراسات انه يسرع عمليه الشيخوخه عند الانسان، فتشوف المدخن تعبان ويقحقح ومريض ويومين طالع له فد مرض، واحنا هسه بظروفنا تعبانه يعني ما تسمح تروح للطبيب بثلاث فلوس، تروح على صيدلاني ياخذ من عندك حقك وصفه، زين انا ليش ما ادخن واروح والعب وفي الجيم وفي الرياضه واحافظ على شبابي مستقبلا حتى اصير شاب حلو بحيث يعني ما شاء الله يا